لازم تعرف انه لما عمل فيك مقلب كان عايز يختبر فيك انت بتحبي قد ايه وبتغيري عليه ازاي. ده بيحبك وعايز يعرف غلاوته عندك. ها والله زي ما بقولك كده. احنا عايزين اي قصة بس تكون اقرب الى الواقع، ان اية تصدق ان انا وانت عرفنا بعض وحبنا بعض وضحكت عليا وجبت منك بنت وانت متجوزة. جبت بنت؟ تلعب تايكوندو؟ مش متفائلة. تخافيش بقى، بس خلي بالك من وشك يعني. لا وشي ايه؟ بصي لك مش ناقص. يا استاذ مؤمن رد عليا بعد اذنك، انا مش بتبلغ من الضيف اللي داخل ولا انا بتفاجئ بالناس. معلش يا استاذ هنطلع هوا. معلش. ايوه ليه ما تبلغتش بالناس اللي جايه؟ صبر. نعم صبر. اتفضل. ايه المشكله؟ ما عنديش مشكله، بس عندي مشكله ان انا اتبلغ مين الناس اللي جايه تحضر الحلقه بتاعتي. احنا من امتى بنبلغك بالضيوف؟ من امتى بنقول لكم مين؟ ايه المشاكل يعني؟ يلا ستاند باي. اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامجنا، برنامج المسابقات هوا وهي. زي ما انتم عارفين في ناس بتختار شريك حياتها بالحب وفي ناس بتختار شريك حياتها بالعقل، وفي ناس بعد ما بتقضي مده مع شريك حياتها بتكتشف ان هي ما تعرفش عنه حاجه خالص. زي ما انتم عارفين برضو ان العالم كله دلوقتي بقى بيستخدم الذكاء الاصطناعي الاي اي، زي ما خلوا ام كلثوم بتغني بصوت شيرين وشيرين بتغني بصوت أصالة، وأحمد سعد قال لهم في الآخر اختياراتي دمرت حياتي. هنعرف النهاردة بالذكاء الاصطناعي الـ AI الاختيار بتاع الزوجين كان موفق ولا فيها كلام تاني. فاصل وحنرجع تاني مع ضيوفنا. يلا تفضل طلعني فاصل. ازيك يا دو؟ الحمد لله. اسمها ايه مراتك؟ ايه اسمها ايه؟ ايه. ممكن تطفي صوت الاعلانات من وداني؟ انا مش سامعه حاجه. انت لسه بتغني ولا بطلت؟ طبعا. بس ما شفتكش يعني، ما بقتش نجمي. الحمد لله. انت بتغني برضو؟ لا بلعب تايكوندو. بضرب. بطل ايه؟ تايكوندو. صدقني حسيت برضو ان طاقتك ذكوريه انت داخله علينا كده. مع ان المفروض يعني تجاه حاجة الذكاء الاصطناعي ده بيحلل الشخصية من البادي لانجوج، من عينيكي، من كل حاجة. المفروض تبقي قاعدة يعني في طاقة فامن شوية. إن شاء الله. يلا بينا. قدامنا قد إيه؟ اسمها إيه مراتك؟ إيه. المفروض تبقي عارفة الضيف اللي جاي معاكي اسمه إيه؟ لا يا حبيبتي ما أعرفش. أنا لو عارفة الضيف اللي جاي معايا مش هطلعه في الحلقة حافظة. أصلاً. المفروض تكوني حافظة اسم الضيف لما يجي يخش. المفروض صح؟ أنتوا سمعتونا كلمتين، كويس إن في إعلان شغال. يعني بعد كده المفروض الاعداد يبقى قايل مين الناس اللي جايه ومن حق قبل ولا ارفض. ورجعنا لكم تاني وهو وهي. اول سؤال لنادر التضحيه، مين ضحى عشان التاني اكتر وضحى بايه؟ هي ممكن تكون ايه اكتر يعني، هي ضحى بمنتخب مصر تايكوندو يعني. التضحيه ايه المشكله؟ تفرغت. مش رياضه نسائيه اصلا. ازاي؟ عادي يعني، ما ضحيتش بالوزاره يعني. لا برضك يعني هي كانت ناجحه جدا، في تاخد مراكز كمان كويسه يعني، كانت بتشرف منتخب بلدها يعني. انت شايف ان دي تضحيه يعني؟ طبعا. وانت ايه التضحيه اللي نادر ضحاها عشانك كانت ايه؟ لا عادي يعني، مفيش حاجه معينه يعني. مفيش حاجه معينه؟ ده نادر ضحى عشانك كتير بجد؟ اساليه. ضحيت ايه؟ مش عارفه، ممكن انا ما خدتش بالي. لا هو شخصيته شخصيه يعني عميقه، خدومه يعني. بيجي على نفس خاطر الناس. ايه يعرفني؟ طيب انا ما اعرفش والله. وضحى بايه؟ التضحيه اللي ضحى بيها نادر عشان خاطر ايه وكانت تستاهل ولا لا؟ انت ضحيتي بمنتخبك. هو ضحى ايه بقى؟ بحلم عمره انه يبقى مطرب؟ لا والله انا كنت طول عمري في ظهره ولحد دلوقتي. طول عمرك؟ ده من امتى الكلام؟ من ساعة ما اتجوزنا. من ساعة ما اتجوزته. اوكي. طيب بس خلونا نروح فاصل ونرجع تاني هو وهي. استنونا. انت عارف يا نادر انت اكتر راجل بارد شفته في حياتي؟
اهو في الحته دي عندك حق فيها الصراحه. انا بتكلم معاها هو، مش عارفه انت اللي دخلك في الموضوع. انا برد؟ اه برد جدا. ها؟ قوي. المهم هي فين المسابقه؟ نزلي طب شويه اعلانات كده. المسابقه فين اللي احنا جايين عشانها؟ بقول لك ايه؟ انا عايزه اقفل الحلقه دي وخلاص. بجد؟ يا ريت. لا حبيبتي انا اللي اقول. انجزي بقى، انجزي انجزي. ولا الهوا عندكم بيطول؟ ايه ده يا فندم؟ انجزي. لا حبيبتي البرنامج ده بتاعي وعلى حسابي، يعني انا لو عايزه احط اعلانات 7 ساعات ما عنديش اي مشكله. ما انا ما عنديش وقت للاسف. ما انت مش هتقدري تمشي هنا غير لما انا اقول. ورجعنا لكم تاني وهو وهي وضيوفنا النهارده. نادر، النسيان. هل ممكن انسان ينسى حاجه كبيره قوي في حياته او يتعمد انه ينساها؟ ولو قدر يعمل كده انت بتشوفه ايه؟ انا مش بشوفه النسيان ده، خصوصا لو انسان ظالم. مفيش حاجه اسمها ظلم. امال ايه؟ هو الانسان هو اللي بيظلم نفسه. صح، في دي انا مصدقك، عندك حق. الانسان هو اللي بيظلم نفسه. وبعدين انت ربنا. انت هتقول ايه عن الاب اللي ممكن ينسى عياله، ينسى نفسه يعني، او اب مثلا يفضل متعته اللحظيه بعد كده كل حاجه مع السلامه يعني؟ هو الراجل كده، هو الراجل كده ده يتقال عليه راجل؟ ده هو ربنا نحل الاربعه ليه؟ عشان معروف ان الراجل يعني، عشان البني ادم لازم يبقى ليه غريزه في ندل في مشاعره يعني. لا مش ندل في مشاعره، هي غريزه في البني ادم. امال ايه؟ هي غريزه في البني ادم. ايوه يعني ينسى عياله وينسى بنته مثلا. بنته مين؟ يعني ممكن راجل ينسى طفله هو جابها؟ لا طبعا. طبعا مش خاطر ايه؟ ايه في الدنيا يخلي راجل يعمل كده؟ ده اذا قلنا عليه راجل اصلا. ده هو راجل. انت ايه رايك في، انت ايه اسمك ايه؟ نعمه. ايوه ايه رايك؟ انا موجوده معاكم. بتصدقنا ده انا نسيت والله. انا فاكره انك قاعده متفرجه. ركزي. تمام. لا ما يبقاش راجل طبعا، اكيد يعني. حلو، يعني يتقال عليه ايه بقى؟ هيتقال عليه ايه؟ انت كست احساسك ايه لما اكتشفتي ان الراجل ده اللي احنا بنقول عليه ما ينفعش يبقى راجل، ممكن يبقى شريك حياتك؟ لا ما اعتقدش. اذا كان هو بعترف بلسانه وقايل لك ان الشرع محلل اربعه، ان الراجل يقدر يحب واحده واثنين وثلاثه، عادي ان الراجل ممكن يبقى فيه في حياته حد ويسيبه بحد. كلام بيتقال. هو الكلام عليه جمرك؟ مش عليه جمرك صح؟ بس هو يقدر يعمل كده؟ ما يقدرش، لانه عنده بيت وعنده اولاد عايز يحافظ عليهم كده. طب ممكن تكون عنده العلاقه دي قبل البيت والاولاد. الايه يعني؟ ممكن تكوني انت الست اللي بوظتي اصلا العلاقه دي. انا؟ هو انا كنت اعرفه اصلا عشان ابوظها؟ ما انت ممكن يكون هو عمل كده بسببك انت لما عرفك انت او دخولك في حياته مثلا. يمكن. معانا تليفون. الو، السلام عليكم. اهلا وعليكم السلام. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ احنا تمام الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. بيكلمنا منين؟ انا بكلمك من سوهاج. من سوهاج. يا اجدع ناس والله العظيم. عليا النعمه من نعمه ربي، اجي اخده تمام، هو واللي معاه واللي يتشدد له وكل اللي حبايبه كمان. احنا بنحبك يا استاذه مريم. متحكي والله العظيم، وانا بحبكم جدا والله. ياخد مين؟ انا تحياتي ليك ولكل اهالينا الكرام في سوهاج. هو بدل ما هو يجي احنا ممكن نروح له. طب وانت مالك انت؟ هياخد مين؟ طلعنا فاصل بسرعه بعد المكالمه دي. طلعنا فاصل بسرعه. انت مالك؟ لا انا مش قادره افهم ايه التهريج اللي انت بتعمله ده. هياخد مين؟ انا عايز افهم. لا 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 والله لازم، مش قادره افهم ايه التهريج انت بتعمله. هياخد مين يعني؟ اولا ولا انت ولا مراتك ينفع تتكلموا الحلقه عشان ازاي يعني؟ ازاي مش لازم ارد؟ يا سيدي احنا نعرفه منين؟ الراجل بيتكلم على الهوا. مش لازم ارد يعني؟ بقول لك انت مالك انت؟ الدور اللي انت عامله ده دور الراجل الطيب الحنين ده ما مش حلو. لا الحمد لله انا مش مصطنع. دي حياتي دلوقتي. لا انت انسان مصطنع والناس كلها عارفه ان انت كده. دي حياتي دلوقتي. لا والله العظيم. لا والله دي حياتي. دي حياتي دلوقتي والله. دي حياتك دلوقتي بس دي ما كانتش حياتك قبل كده. ماليش دعوه. فانا عارفاك على حقيقتك. انا ماليش دعوه. فانت قاعد دلوقتي عايز تبوظ لي البرنامج بتاعي. لا انا براحتي. لا ما تعليش المكان مكاني. ما تعليش صوتك. انتوا اللي داخلين عليا. ما تعليش صوتك. لا انا براحتي. حتى لما كان مكانك احنا ضيوف عندك. نعم. ايه التهريج ده؟ الناس ضيوف عندنا. معلش يعني ما ينفعش ان انا اكون بتكلم في تليفون والناس قاعده بتهزر. لا
لا انا عارفه كويس ان هو قاصد ان هو يبوظ لي الحلقه. اقصد لا ابوظها لك ليه يا فندم؟ انتوا صحاب عيب في ايه؟ يلا كمل الحلقه. انا ما وجهتلكش اي كلام خالص على فكره، يعني انت مصممه تحطي نفسك في جمله انا مش عارفه ليه. انا بهدي ما بينكم احنا في كنا اصحاب وعشره عمر عيب. كنا اصحاب دلوقتي خلاص، ما انت عارفه يعني. انا عديت الموقف بس عشان على الهوا تمام، لكن الناس دي لو عايزه تيجي تاخدك بجد يا نادر هتيجي تاخدك والله العظيم. والله بحكي الضحكه الصفر انت بتضحكها، وانت عارف انت عامل ايه. والله عامل والله العظيم انت عارف انت عامل ايه. اللي انا عامله اللي انا عامله والغل السواد اللي جوه ده، يا ريت يهدى شويه. السواد من ناحيتك انت عشان انا اللي سبتك. ده انت موافق لما جمع بجد؟ والله. طب انت مالك بقى انت؟ اه لا بجد والله، ما كل فوله وليها كيان. لا الحمد لله انا راضي باللي ربنا كاتبه لي دلوقتي. انت اول ما جيت تليفون انت قاعد مش على بعضك عشان انت عارف انا ممكن يعملوا فيك ايه. مين اللي يعمل فيا؟ انا اصلا ما يعني من 8 سنين انا ما اعرفش عنك حاجه. والله؟ اه والله. اه ما انت ما تعرفش عني حاجه فعلا. طيب انت بس اللي عايزاكي تهدي شويه. انت مالك؟ يعني انا شايفه ان الحلقه بتتكلم عن محتوى تاني، احنا ما بنتكلمش عنه. مالك؟ هو ايه اللي انت لازم تعرفين الحلقه بتاعتي ماشيه ازاي؟ انت هتعرفين الحلقه بتاعتي ماشيه ازاي؟ انت عارفه انا اعرف ان انتوا اللي داخلين، انا ما كنتش دخلتكم اصلا. انتوا؟ اه انتوا؟ وانا عارف انت مش وانا ما كنتش جيت اصلا. لا لا انا اللي اقول لا ادخلك ولا ما ادخلكش. انا بقول لك لو مش بمزاجي يعني فعلا الدنيا صغيره. هو بمزاجي انا؟ هو قال لك اهو لو عارف ان انت هي الدنيا كلها قد كده. هي الدنيا بس صغيره. الدنيا صغيره فعلا. اخر حاجه كنت اتوقعها يعني. لا ده من سوء حظي. انا فكرني مين؟ انا مش فاكراه. فكرك ايه حبيبتي؟ اصل هو كان حكي لي عنك بس مش فاكره الصراحه. مش فاكره؟ اه ده انت بتهري وتنكتي وتروحي البيت تقعدي تقعدي قدامي كده زي التلميذ. خالص انا واثقه فيه جدا. هي عارفه من ساعه ما اتجوزتها الحمد لله. يعني تحلف بالله ان انت مش ضحك على الست دي في ايه؟ انا ما ضحكتش عليكي انت. الناس دي كلها انا ما ضحكتش عليكي قدامها وتبص لها في عينيها ان انت مش بتكذب عليها. انا ما ضحكتش عليكي يا فندم. انا ما ضحكتش عليكي والله. ها امال عملت ايه؟ ايه اللي عملته؟ ضحكت عليكي في ايه؟ انا مش عايزاك تبرر ولا تتكلم، انا عايز افتح حاجات قدام الناس. انا عايزاك تحلف بالله العظيم ان انت بتضحك عليها قدامها وهي قاعده وعينك في عينيها. طب يا جماعه ده برنامج، يعني احنا مش جايين نصف اللي ما بينكم هنا. ده برنامج صح؟ لا سبحان الله انا ربنا جايب لي حق دلوقتي. مش ده برنامج؟ يا ربنا هيجيب لي حق. ده برنامج صح؟ اه برنامج بس. طيب. ما تقلقيش يا حبيبتي انا دافعه فلوس. ما تقلقيش خالص مش على موضوع فلوس. وفلوس ايه؟ فلوس ايه؟ مش عاجبك انت اطلعي بره. اه استاذه بعد اذنك. نعم. الكلام ده الشخصيه دي حضرتك تعديها والله يا مش انا منزله هتطلعي بره اعلانات. طب جيبي بقك بس عشان شكلك الصراحه البوتكس باين له شكلي كان عاجبه قبل ما يعجبه شكلي يا فندم. والله ضيف يبقى ليه احترامه لما ابقى عارفه من الضيف اللي داخل عليا. اديكي عرفتي اهو طلعتي صاحبته ومسكاه. اتفقنا؟ مش مسكاني. مسكاني في ايه؟ وبجد بجد هي لو مش عاجبها البرنامج تتفضل تطلع، ما حدش ماسكها من ايدها اللي بتوجعها. الاول حضرتك موجوده فيه هنعمل ايه؟ تمام هقفل الحلقه بتاعتي واقول ان هي اعتذرت وهو يمضي يدفع فلوس الحلقه اللي هو بوظها. مش مشكلتي والله. مش مشكلتي. هي فين الحلقه اصلا؟ طيب يعني الحلقه بس انا عندي شرط اتنزل رجلي مع رجل. 10 ثواني. لا هنطلع هوا بعد اذنك. ما هو الاستاذ هيثم فين؟ اتفضل اطلع بره وخد مراتك وامشي. اطلع بره؟ انا مش قاعده عندكم يعني. لا اتفضل اطلع بره وخد مراتك. لا مش قاعده عندك. هو انا قاعد في بيتك؟ والله العظيم احتراما لاهلك والعيش والملح. انا مش قاعد في بيتك. كلمه زياده اقسم بالله ما هقبلها. اتفضل. انا مش قاعد في بيتك. لا معلش. انا عايز استاذ هيثم بعد اذنك. حبيبي حبيبي. الاستاذ هيثم يجي. الاستاذ هيثم على راسي. طيب. بس انا دافع الحلقه دي. دافع الحلقه يعني ايه؟ اتفضل خد مراتك ويلا. دافع كام في الحلقه دي انا اديهم لك؟ اللي انت بتتكلمي فيه يعني. بتتكلمي فيه؟ يلا بس بقول لك بقول لك. اتفضل. اسمك سمر؟ اتفضلي اطلعي بره. لا ما تقوليش اطلعي بره. استاذ هيثم. يا استاذ مش هينفع كده، احنا على الهوا، احنا لازم نكمل الحلقه لو سمحت. طب ما يعني ينفع اللي بتعمله ده؟ حقها هي مذاعة البرنامج. يعني مذاعة البرنامج جت تصفي حسابات يعني ولا ايه؟ ما مذاعة البرنامج انا جاي على جاي على حاجه ثانيه. حضرتك ماضي اقرار. انا ماضي اقرار على حاجه ثانيه مش اللي انتوا بتعملوه ده. حضرتك ماضي اقرار. ماضي اقرار فين بقى المسابقه بعد اذنك؟ فين بقى الذكاء الاصطناعي اللي هي اتكلمت عنه اصلا وجايه تتكلم عن حياتها الشخصيه؟ عشان ده انا مش عايزه ده. ما تقوليش ده انت كنت بتجري وراه. بجري ورا مين؟ تجري وراه. لا 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 انت في هنا في خلل في دماغك. انت لا لا في خلل في دماغك. انت كنت بتستغلني عشان تطلع على قفايا. معلش استنى عبد الحليم حافظ وسر معبود الجماهير. يلا حبيبي حبيبي مراتك وحبك بورس يا شيخ. لا حبك بورس انت. مسكت لك من الصبح بقى. هتعملي ايه؟ والله لا تجرؤي ان انت تعملي حاجه. لا ما انا مش هعمل لك حاجه عشان انا واحده مامتها وباباها مربينا فاكيد مش هقوم اضربك يعني. انت ايه ايه ايه؟
زي ايه يا حبيبتي؟ والله انت لو كنتي متربيه فعلا صح وست ذكيه كنت شويه تبدع. لا انت واخده مقلب. عاجبني انت مالك؟ عاجبني. ما يلا طيب مش خلصت؟ يلا طيب جايب لنا الكلام. جايبني عند عالم مش عايزه اغلط والله الصراحه. لا اغلطي. لا والله لا لا بجد اغلطي لو نفسك في حاجه قوليها. حضراتكم ماضيين. هي بتطردنا. طب ما انتوا كده هيبقى في مشكله عندكم. في ايه؟ هي بتستفزكم عشان تمشوا. انت لو ايه يا حبيبي في ايه؟ تمن الحلقه كام؟ تمن الحلقه. هي بوظوا لي الحلقه. هي دي كانت قاعده. هي قاعدها دي. انت مالك بقعدتي؟ انت قاعده نفس القعده. انا قاعده براحتي. لكن انت ما تقعديش كده. خلاص انت مالك؟ انتوا كده بتتضربوا. انتوا كده بتتضربوا. طب احنا ممكن نتكلم في صلب الموضوع. انا هاخد مني حقها. هاخد حقها من ايه؟ ممكن نتكلم في صلب الموضوع. طيب كلموا في ايه يا جدعان؟ طب نتكلم في صلب الموضوع بعد اذنك. ايه صلب الموضوع؟ نتكلم في الموضوع. انا مش طايقه اشوفك اصلا. وانا مش طايقه اشوفك برضك. فتقعدوا بقول لك انا عايزاك تعلي صوتك بقى. بصي انا ماسكه نفسي من بدري وساكته. وانت بقول لك ايه بقى؟ اقعد هنا. وبعدين يعني ايه؟ طيب ماشي. ما تقول بعيد عنها. انا هقول اقعدي هنا عشان. طب امشي. طيب ما هتبقى في وشي. ثانيه واحده اخرها ايه يعني؟ هتبقى في وشي. تعليش صوتك. لا حبيبتي براحتك. لا ما تعليش صوتك. مش قال لك مكانها؟ لا ما تعليش صوتك. لا وايه اللي فلوسها؟ براحتك يا بنتي احنا هنشتريكي. ايه ايه ايه؟ لا لا ما سمعتش. لا انتوا رايحين تاكلوا بجد؟ الحمد لله كلنا عز من يومنا. طب يا حبيبي لما انت كلك عز وكرامه ومعاك فلوس ما ايه روح ادفع تمن حلقه واطلع بره وخدها. كام تمن؟ ده انا طردكم من قلب اللوكيشن بتاعي. والله ايه؟ عشان انت انسانه ما شفتيش بربع جنيه تربيه. لا انا متربيه احسن منك. انا بس مسكتني. واقدر اسجل الكلمه دي وارفع عليكي قضيه والبسك في مصيبه. ايه اللي مش متربيه دي؟ هو انت ما سالتيش عليا قبل ما تيجي البرنامج بتاعي؟ انت سالتي عليا؟ انا اعرفك منين انت؟ وانت عندي اعرفك اصلا. وانا اعرفك منين؟ انا ما سمعتش عنك قبل كده. لا يا حبيبتي. ما سمعتش يا حبيبتي. لا يا حبيبتي. لا اتحاسبي في كلامك. اسال عليكي ولا اعرف عنك ولا 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 هو مش لا يا حبيبتي. ده هم ثلاثه في مصر. رضوى الشربيني ورهام سعيد وانا وسامر. خلاص قفلت اللايف ولا قفلت الهوا بتاعها؟ ازاي يعني؟ بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انا الحلقه بتاعتي باظت وانا كيفي بقى اللي انا عاملاه فيهم ده. اللي انت عاملاه؟ ما انت مالك؟ انت طول عمرك ما بتعرفيش تعملي. والله انا بكسر مناخيرك. مناخيرك؟ لا ما تتكسرش. وعسى كان يا حبيبتي اللي يكسرها. انت اسكتي خالص. شوفي مين اللي كسر مناخيرك. اسكتي خالص. مش عايزه الحلقه روحي ادفعي فلوسها. هو انت اصلا جايين مسابقه عشان طب ايه رايك انا قاعده عند الفيكي؟ حلوه كسر مناخيرك. اللي عندي اللي اخرك عند يعني ماشي انا قاعده عند الفيكي. شوفي انت عايزه تعملي ايه؟ عايزه تصوري ايه واحنا معاكي اهو. انت وراك حاجه حبيبتي؟ ده لي حد من الامن طلعها. انت وراك حاجه؟ انا ما وريش حاجه. انا عن نفسي انا ما وريش حاجه. حلو من الامن دي. يلا ندي لحد من الامن. لو المحامي يتكلم معاك قول لهم بوظوا لي الحلقه بتاعت استاذ سمر. يلا انا مالي؟ مش مشكلتي دي. قاعده تقعدها ضيفه. هي فاكره انا قاعده فين؟ على مصطبه. لا ممكن اربعه لك كمان لو عايزه. لا حبيبتي احنا مش حاسبي بس. يا ما عطيتي فيها يا مي عينيا. بقول لك اقسم بالله همسكها هنا. هت ايه؟ عندها حق الصراحه. هت ايه؟ بو انت ليه كنت تتكلم؟ والله العظيم اقسم بالله انت يعني راجل مراتك ممشياك. ماشياني؟ انت قلت الادب والله العظيم فعلا بجد. واللي انت قلتيه مش قله ادب بجد. ده اسلوب واحده اهلها وابوها وامها مربينها. انت انسانه مستفزه حقيقي حقيقي. والله اقرار يعني تصدف الاقرار. انا قاعده عند لا مش تصدف الاقرار ولا حاجه. والله ما تصدف الاقرار. لا تصدف اللي هو بتموتوا على القرش. ايه الاموت على القرش؟ والله العظيم انا ما هقوم من هنا غير لما دي تعتذر لي على الكلمه القذره اللي هي قالتها. يبقى احنا مش هنقوم. دي دي اذا كان عاجبك. يبقى احنا مش هنقوم. احنا مش عاجبك. يا اما دخل حد من الامن ياخدوك انت وهي وتطلع. طب دخلي كده. انا عايزاكي تدخلي. اتفضل دخل حد ان يشيله. دخلي استاذه. ممكن تعتذري لها بس عشان نكمل الحلقه معلش؟ بص انا من ساعه ما دخلت وانا بحترم حضرتك فما تخلينيش اقل منك. معلش يا مش هتعتذر لها يعني ما تلاقيش حاجه. هو انتوا مدين اقرار. اقرار ايه؟ ايه الاقرار؟ احنا مكمل حلقتنا. انت احنا والله العظيم وقاعد الكلام ده عشان يبوظ لي البرنامج. واصلا انا جايه والله العظيم. انا لو اعرف ان انت لما جوانا ما كنتش جايه. اقسم بالله غلاوي. اقسم بالله ده غلاوي. انا عارفاه والله. ما حد غلاوي غيري. ما تسكتي انت. انت رشقه نفسك في الموضوع ليه؟ هو انا موجوده معاكم وخلاص في المكان؟ صراحه انا بالكلمه دي اقسم بالله ارفع عليك قضيه وانت قاعده في مكانك كده وبخليه بقى يطلعك يا حبيبتي ولا يحاسب لك ولا يدفع لك ولا
انت كل اللي همك يدفع لك ويحاسب لك واقرار ودفع. انا مش عارفه القاصه دي على ايه. انا تنكا. لا على نفسك مش على انا من يومي وانا تنكا. بيقولوا عليا تنكا في المكان اللي انا قاعده. سبحان الله. اعمل حاجه حلوه في حياتك. والله ما عارفه ابص لها الصراحه. انا مش قادره ابص لها بجد. انهي الحلقه ما يرضي الله وتطلع. هو انت مش نهيتيها يا بنتي ولا اقول لك يا طنط؟ انت عندك كام سنه؟ طنط. طنط الطنط ايه؟ يا بنتي انت مش شايفه باصه في المرايه؟ لا قمر يا جماعه الناس دي مضايقاني بجد. الناس دي مضايقاني عامله لي مشكله في البرنامج يعني. والست دي انا هرفع عليها قضيه رد شرف. لا مش هقوم انا. انا مش هقوم انا بس الديكور. خدوه يلا يلا لو سمحت يلا خدوه يلا خدوه. مش ايوه مش هينفع. تعالى بس تعالى. هم يخرجوا بوسع بس. تعالى شناوي يلا. معلش لا انا ما شفتش قله كرامه كده والله العظيم. والله انت لازم ما شفتش قله كرامه كده بجد. جدا انا ما شفتش كده في حياتي. مش هرجع اعمل فنان غير ما دي تعتذر لي. دي تعتذر لي. مش هي دي اللي دي ولا ايه دي؟ اسكتي خالص ما صوتك لحد ما ارجع. كده كده اصلا المشكله دلوقتي. المشكله قللت الذوق بجد. طيب احنا بس يلا يا شبر ونص عشان الموضوع. فكري يا حبيبتي انا هرفع عليكي قضيه. اعملي اللي تعمليه. انت كمان حضر ابنك. ايه الهدى هي دي سمر؟ دي سمر اللي كنت بتقعد معاها زمان؟ خلاص بقى. هو ايه اللي خلاص بقى؟ استاذ انت اسمك استاذ ايه؟ انا مؤمن. استاذ مؤمن. انا بقى يعني انا بعز حضرتك من ساعه ما دخلت. فانا والله العظيم عايزه اتعامل باسلوب غير لائق او غير لطيف. والله كل احترامي وكل ذوق. هي الموضوع بسيط. اعتذر لها بس والموضوع هيتم. اعتذر لمين؟ هي مين دي عشان اعتذر لها وانا كلمتها اصلا؟ ما للاسف هي الحلقه. لا معلش سوري. عايزه تكمل الحلقه بتاعتها تيجي تكملها. مش عاجبها خلاص هي تعتذر بقى عن البرنامج ولا تعتذر عن الحلقه تتفلق مطرح ما هي قاعده. انا عملناش حاجه غلط يعني. عملناش حاجه غلط. هي جايه بتصفي حسابات قديمه. والله انا اعرف ان انا موجوده ما كنت جيت اصلا. قول لها هي بقى. انت بتقول لنا احنا؟ قول لها هي. احنا جايين نتكلم في حاجه ثانيه. دخلت لنا عملت لنا حلقه من لها حلقه يعني. قول لها. لا 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 انت تسكت خالص. انت تسكت خالص خالص. انت مسجل كلام هي قالته صح؟ مسجل كلام هي قالته؟ ماشي. هقوله لك تاني؟ هوريكي بعد حاجه. هقوله لك تاني؟ على فكره انا لو قمت وقفت هطلع اطول منك فاعودي. انت فرحانه بنفسك انت زي الدكر كده؟ دكر؟ ايه ده؟ هاتي ربعي بس. جوز واحد صاحبك؟ هاتي ربعي. لا يا حبيبتي ده انا ما يعني على الاقل اتجوزتها. حلو يا نادر خليك بقى كمان. قسم جبيتك الصراحه وحشه قوي في حقك. اسكتي خالص. وحشه قوي في حقك. انا لو منك انت عارفه انا اتضايق من ايه؟ من واحده ست زي كده زيك. لكن ما اتضايقش من واحده يعني راجل مش فاهمه الصراحه. بس عاجبني البنطلون اللي انت لابساه. بس يا خساره بقى يطلع واسع عليا. ما انت معصعصه صحيح؟ معصعصه. معصعصه ولا معضله ولا ايه؟ تيشرت الكوره اللي انت لابساه ده. معصعصه ومعضله ازاي؟ تيشرت نادر ده اللي انت لابساه؟ اه اصل انا بموت في البس لبس بموت كده. يلا بقى خلصنا. الست الهانم هتعتذر ولا هنفضل قاعدين للصبح؟ انت عايزه تقول لك ايه؟ هنفضل قاعدين للصبح. تتاسف تقول لك ايه؟ ايه؟ تقول لك ايه؟ تتاسف بدل ما اقوم اجيبها من شعرها. لا ما عنديش شعر. عندي طرحه. اجيبك من طرحتي؟ ما هو لو حلو كنت بجيبها. انا ماسكها بالعافيه. هي لو قامت هتزعلك. مين دي اللي ماسكها بالعافيه؟ مين دي اللي ماسكها بالعافيه؟ هي لو قامت هتزعلك. هتعمل ايه يا حبيبي؟ هتزعلك. لا توريني نفسها بقى. لا توريني نفسها. مش جايين نتخانق هنا. بلاش. مش جايين نتخانق هنا. لا توريني نفسها. اوعى تكوني فاكره الدخله بتاعت اصل انا بقى تاني كام ده اللي دخلت عليا خالص. لا ما بخافش انا من الكلام ده. مش لسه هلعبك تايكوندو بقى وارفع رجلي واضربك ابطال تشاجي واضربك بيك تشاجي ولا تجي تطله في ربع مراخيرك التحتاني مثلا. مراخيري؟ يا نهار اسود على التعليم المجاني. اوف. اوف فين؟ طب يلا اقعدي عدله بقى عشان نقفل الحلقه. مالكيش دعوه بقعدتي. لا مش انا اللي بقول يا حبيبتي هم اللي بيقولوا. مالكيش دعوه بقعدتي. ما هي قاعده زيك يعني خليها خلاص. لا انا بقولك عندك شعر هيش هنا نزليه بقى عشان يبقى شكلك حلو. مالكيش دعوه شكلي حلو من غير ما تقولي. والله يتنعكش. ما تخلينيش اقوم امد ايدي عليكي. في اللي عملت لي الميك اب اسمها بجد. هو مد ايدي عليكي. قومي كده وريني.
مش هتأسف يعني؟ معلش طلعنا يلا فاصل. او احنا كنا هوا عشان يطلع فاصل؟ يلا فاكت ما الضحكه كده مش عارف. لا نسكت بقى عشان هقفل الحلقه خلاص وهنمشي نغور في 60 داهيه. امين يا رب تغوري 60 داهيه. انت لوحدك. انت اللي هتغوري يا نهالي. انا قاعده هنطلع هوا. يلا ورجع. ايه ده هو قال لي احنا رجعنا؟ يلا 5 4 3 2. ورجعنا لكم تاني في هو وهي اللي ما طلعش هو وهي. امال طلع ايه؟ طلع مع الست اللي كنا كلنا خايفين منها دي. طلع مراتي في ورطه الجزء الثاني. لا تراجع ولا استسلام. شيخه انت قاعده موتراني بقى يا شيخه بقى. ايه لا تراجع ايه؟ ايه انتوا؟ لا انت ايه انتوا؟ عاملين فيكي معنى؟ استنى بس عشان هي مش مصدقه. سلمي سلام ستات. لا هسلم عادي سلام ستات. بجد والله. ايه يا هي فين البنوته بس المقلبزه دي؟ انا كان عاجبني عماد المقلبزه دي. ايه نادر احنا هننزل الحلقه دي موافقين نزلها؟ موافقين طبعا. لا اسمع صوت عالي كده صوت تايكوندو. نادر اكيد طبعا. نادر احسن راجل في الدنيا. اسلام يا سمر بقى بجد. يا ست سمر ايه بقى؟ ما انت سامعني بقول يا سارة في ما سمعتش والله. هو تاثير الصوت من الدرجات. لا بس سؤال بقى يعني بجد انت قمت تضربني فعلا؟ لا بس لا ما كنتش هضربك والله. بنتك اللي طلعت من البيت. عسل. سامع مرات ابوكي. ايه العسل ده؟ شبه مكه؟ مش بسميلك نفس الشعر يعني نفس الشعر والكلبزه كده خدود. طيب بس انا ما كنتش هضربك والله انا كيوت خالص ومؤدبه. عايز اسمع دلوقتي من ايه ونادر ان هم موافقين يزاولوا الحلقه. طبعا موافقين موافقين صوت جدا جدا تسقيفه الايه يا جماعه.